بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كما راكم تشوفوا اليوم عندي هاد الشوايات أو حديد الشواء، عندي اثنين. كل مرة نغير، كل ما تجي موسم العيد نغير. لماذا؟ كما تعرفوا بلي أن هاد السواد او هذا الدسم التي تحترق وتلتصق بالاسلاك مضره بالصحه، راح تدير لنا خلايا مسرطنه او راح تدعم الخلايا المسرطنه، لهذا هي مضره بالجسم. علينا تغيير اداه الشواء هذه كل موسم اذا امكن، ولما يقدروش ينظفوها يستعملوها لموسمين. هنايا انا عندي اثنين، راح استعمل واحده اعاده تدوير. راح نوجد رمضان، اللي حابه تعتمدها كمشروع لازم يكونوا عندها 10 او اكثر. انا راح نديرها للاستعمال الشخصي. عندي كما اي امراه، يعني اي امراه ربت بيت تحب تعاود الديكور بيديها باش تخلي اللمسه تاعها والبصمه تاعها وتكون فخوره بذلك. طبعا راح استعمل هذا الطبقه اللي فوق اللي فيها يد الخشب لاني احتاج الخشب. عندي هذا الخشبات تاع كونتر بلاكي، السعر تاعها كما راكم تشوفوا 50 دينار. عندي اثنين، القطره تاعها 14 سنتيمتر. وراح نصبغ هذا السلك بالبخاخ الاسود مرتين. اما عشاق اللون الذهبي يحبوا يديروا هذا ذهبي، يصبغوه اولا بالبخاخ الابيض او اي صبغه بيضاء، ثم يعيدون صبغه بالصبغه الذهبيه، وبدل الخشبه يستعملون المرآه، راح تعطي شكل جميل جدا وانيق. الطبقه الثانيه هذه المتبقيه ما حش نرميها، طبعا راح استعملها سيبور او حامل للنباتات التي تعلق على الجدران في المطبخ او في التراس او في اي مكان او في مدخل البيت، المكان الذي يعني ترغبون فيه. تابعوني. هنا انا يا غلطت وصبغتها بالسوداء قبل الشغل، من الاحسن حتى تشتغلوا فيها عاد لا تصبغوها بالاسود، لان راح يطلق في اليدين ويعني يملي كاع السطح العمل. صبغوها بعد الشغل بعد ما تلصقوا فيها الدوائر. هنا استعنت بعلبه طويله حديديه باش ندور السلك. طبعا هنا ما حبش يدور معايا لان فيه زوج مقابض في الخلف، حاول ندور بيديا راح يتكسر. طبعا اللي ما حبتش تتعب كيما هاك تنزع هذاك الحديد اللي راه لاقف في الاسلاك من الخلف. انا راح يعني ندير اللحام ونلصق هذوك الاسلاك اللي تكسرت. حاول يعني بتأني ما نضغطش بزاف راح يتكسروا كلهم. وندير القياسات اللازمة. هنا لصقت الدوائر بالبخاخ بغراء البخاخ اللي هو 2 في 1. كما راكم تشوفوا راني استعمل أداة اللحام للصق الأسلاك المتكسرة.
صبغ الأسلاك أو السيبو بعد ما غطيت الخشبات حتى يعني أغطي الشغل اللي درته عليها. هذا هو شكل السيبور بعد ما جفت الصبغة كما راكم تشوفوا. هذا يعني هذا الديكور طوندونس، ديكور الأسلاك السوداء يعني خاصة، والخشب يعني اللي تحب الاختصار وما تحبش الأواني بزاف ديرها رمضان لحمل التمور والليمون، أو هنايا كديكور للمطبخ كما كنتم تشوفوا. أي شيء عندكم في المطبخ أتمنى الفيديو يكون أعجبكم. ما تنسوش الاشتراك والبارتاج وترك تعليق وإعجاب. شكرا على المشاهدة. هنا كما راكم تشوفوا الديكور الثاني خاص بتزيين الحائط، حائط المطبخ أو التيراس أو مدخل البيت بالنباتات المعلقة. هنا أنا ما عنديش نباتات يعني كثيفة،